بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس من رمضان. الدرس 27. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الواجب على المسلم أن يواصل عمل الخير في رمضان وفي غيره، لا يخص وقتا دون وقت بالعمل، لكن يواصل الخير والعمل الصالح من حين يبلغ سن الرشد إلى أن يتوفاه الله عز وجل. نعم، يخص أوقات مواسم الخير كشهر رمضان بمزيد اجتهاد، ولكن لا يقتصر عليها. هذا هو شأن المسلم مع العمل، أن لا يغفل عن ذكر الله، وأن لا يحافظ على الفرائض في وقت معين ثم يضيعها في وقت آخر. الله جل وعلا قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، وقال: والذين هم على صلاتهم دائمون. والله جل وعلا يقول: حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى، والمحافظة تعني المداومة على أداء الصلوات في مواقيتها ومع الجماعة، وهذا شيء يغفل عنه بعض الناس، أنهم يتساهلون في الصلاة في أوقاتها، قد ينامون طول النهار، يقول نحن صائمون، ولا يصلون إلا في الليل، يصلون صلاة النهار في الليل. والله جل وعلا له عمل في النهار لا يقبله في الليل، وله عمل في الليل لا يقبله في النهار، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهناك من ينام طول النهار لا يقوم لصلاة، وقد لا يقوم لصلاة الفجر، بل إنه يتسحر، يسهر أول الليل ثم يتسحر إذا أراد النوم ثم ينام، ولا يقوم لصلاة، تمر عليه صلوات وهو نائم وبحجة أنه صائم. كيف يحافظ على الصيام ولا يحافظ على الصلاة، مع أن الصلاة أوكد من الصيام؟ الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأما الصيام فإنه هو الركن الرابع من أركان الإسلام. الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، صلاها في مكة ليلة عرج به إلى السماء، فرضها الله عليه، وذلك قبل الهجرة، ذلك في مكة. الصيام إنما فرض في السنة الثانية من الهجرة، والصلاة هي الركن الثاني والصيام هو الركن الرابع. فإذا فرط الإنسان في صلاته فلا يقبل منه صيامه ولا أي عمل من أعماله. وقد جاء في الحديث أن أول ما يحاسب عنه العبد من عمله صلاته، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. الصلاة هي الميزان، وإذا حافظ على الصلاة في أوقاتها ومع الجماعة فإنه يحافظ على غيرها من باب أولى، بقوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فإذا فرط الإنسان في صلاته فرط في سائر الأعمال، وإذا حافظ على صلاته فإنها تأمره بالخير، تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيها ذكر الله وذكر الله أكبر،
الصلاة فيها أمران عظيمان، أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، أنها ذكر لله عز وجل، وذكر الله أكبر. الواجب على المسلم المحافظة على الأعمال الصالحة ما دام على قيد الحياة. الدنيا مزرعة الآخرة، فإذا لم تزرع في دنياك لم تحصد في آخرتك، كما في قول الشاعر: فمن فاته البذار في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندم. فإذا لم تبذر في الدنيا لم تحصد في الآخرة. فعلى المسلم أن يتذكر هذا ويعلم أنه مسؤول ومحاسب وموقوف بين يدي الله. قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أمامنا موازين توضع فيها أعمالنا، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فعليك أن تحافظ على أعمالك التي هي رأس مالك والتي هي نجاتك في الآخرة. إن فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندم. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، وصادفت يوم العرض من قد تزود، ندمت على ألا تكون بمثله، وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. فعلى المسلم أن يتذكر هذا، تذكر الموقف بين يدي الله عز وجل ومنصرفه بين يدي الله، إما إلى الجنة وإما إلى النار. عليه أن يتذكر هذا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.